تحت شعار الجزائر نظرة جديدة وأفاق جديدة، تتواصل فعاليات معرض الجزائر الدولي في طبعته 54، والذي عرف مشاركة أكثر من 600 مشارك من مختلف الدول. معرض جاء بهدف الاستثمار خارج المحروقات الذي يدخل في إطار مخطط الحكومة. This is our fourth time we are exhibiting in Algeria Fair. And we hope this market is the biggest market in whole African country. I hope this could be a good exhibition because here I see a lot of opportunity because a lot of people from other country. We hope we can meet a lot of potential buyer to sell our product in this exhibition. في تونس تبارك الله نخدموا توا عندنا 4 على 5 سنين والبرودوي نتاعنا ماشي، وحبينا نتوسعوا، جينا للجزائر باش نعملوا ان بو ديكسبورتاسيون، وجينا توا في المعرض هنا جينا معاهم باش نروجوا المنتوج نتاعنا ونفركسوا على بارتنير، ولقينا ديجا لقينا برشا ناس برشا اجانب جاونا. مشاركون في معرض الجزائر الدولي عبروا عن النجاح الأولي لهذا الحدث الاقتصادي، مرحبين بالجزائر الجديدة التي قدمت تسهيلات للاستثمار وللتبادل التجاري خاصة بين شمال وغرب وشرق إفريقيا. نحن هلأ هي أول مشاركة لنا في الجزائر، تمام؟ نحن نتأمل أنه يكون بادرة خير إن شاء الله، ومتفائلين خير كبير أنه تنتشر شركتنا 2035 في المغرب العربي كومبلي وتكون من البوابة الجزائر. في الحقيقة من الملفت بالنسبة للانتباه أن هذه الطبعة 54 شكلت قفزة نوعية في نوعية العرض، وخاصة لما نتكلم عن نوعية المنتوج الجزائري. وبهذه المناسبة نشكر الجزائر ولكن نحييها ونبارك لها على هذه نجاح هذه الطبعة اللي كانت حقيقة طبعة في مستوى يعني الحدث، مستوى الجزائر الجديدة، مستوى يعني القفزة اللي راهي ماشية فيها الجزائر، البناء اقتصاد بديل يكون عنده يعني استراتيجية أكبر. لتبقى مثل هذه الصالونات فرصة وهمزة وصل للمستثمرين الأجانب لولوج السوق الجزائرية بين الدول الرائدة اقتصادياً.